أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إذا وجبت الزكاة في حلي المرأة وليس لديها مال لتخرج الزكاة؟ ماذا تفعل؟ وما هو القول المرجوح في زكاة حلي المرأة؟ الراجح. نعم، القول الراجح والله أعلم أنه لا زكاة على المرأة في حليها الذي تنويه وتعده لللباس والزينة والاستعمال، لا زكاة عليها في ذلك. ولكن بعض العلماء يرى وجوب الزكاة فيه ولو عدته لللبس، وإذا أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط وإبراء الذمة فهذا شيء طيب. والزكاة إذا لم يكن عند صاحب المال، لم يكن عنده شيء، فإنه تجب الزكاة في ذمته دينا لله سبحانه وتعالى، فإذا قدر على إخراجها يبادر بإخراجها. نعم.